انت بتجيب ناس سياسيين عشان يقرروا في قرار زي. بالتالي شنو بالنسبه لهم؟ نفس الشغله بتاعت الامن اللي كان بيشتغلها، الناس اللي بيجيبوا التقارير، انه يجيب تقرير حول ده وحول ده وحول ده، جيب التقرير انت على التقرير ترفض. نفس الشغله كان بيشتغل الامن، يعني كان بيشتغل شنو غير ده؟ ما في حاجه بيعملها اصلا. اللجنه دي هي كارثه، هي اسي عامله لنا كارثه، لانه العالم كله برا يقول لك وين القضاء المستقل؟ انت بتتكلم عن قضاء مستقل كيف؟ سياسيين بيرفضوا قضاء، سياسيين بيرفضوا الناس من النيابه، كيف يعني؟ بتتكلم عن قضاء مستقل؟ بنلعب على الناس يعني؟ نحن بتكلم عن حقوق الانسان ولجنه بتعتقل الناس بالشهور حتى بر القانون؟ يا اخي نحن زمان لما الناس الجبهه الاسلاميه دي كانوا بيعتقلونا، بعد فتره من الزمن بعد الاعتقال هم عاملين قانون يقول لك الاعتقال ده قانوني، تتم الفتره بتاعت الاعتقال حقهم هم يحولوك النيابه طوالي، او اذا عملت معاهم اي مشكله ضغط طعن الطعام بتاع يودوك النيابه. النيابه دي حدها 6 شهور، حدها 6 شهور بالقانون حقهم، حدها 6 شهور. اول ما انت قربت من ال6 شهور ها بيشيلوا يودوك المحكمه، تمشي الجلسه الاولى المحكمه، يطلعوا يغيب بتاع الامن الشاكيك، يغيب ما يجي، يقول خلاص القاضي يقول والله يا اخي اجلنا المحكمه دي شهرين، ويتكلم مع انه الشاكي ده لازم يحضر المره الجايه، كويس؟ المره الجايه ممكن ما يسوقوك يودوك المحكمه، تغيب انت بعد شهرين، تغيب انت يعني كم بتحايل على القانون اللي هو وضعه. ايوه ايوه تغيب انت، يعني انت في الاخر ممكن تقضي سنه في المحكمه وما تكون حضرت ولا جلستين في المحكمه، عشان المحكمه في الاخر بعد سنه ولا سنتين تقول والله الزول ده بريء فيكو. ف هنا ديل ما عندهم كده، ديل بيشيلوا الزول بيخطوه في الحراسه، لا بيفتحوا له بلاغ، لا بيعملوا له بودوا محكمه، لا بيعملوا